فيهم خلاص لان مدرسينوها عميد بس بس يعني هنبيعهم. السلام عليكم، معاكم مصعب الشاعر، حياكم الله في قناتي. اليوم ان شاء الله عندنا مهاره جديده، طفوا على الماي مع الانزلاق. يلا حياكم معنا. يلا حماني حرك ايدك. من اي شاطر حرك ايدك صح. قول قول حد قول حرك ايدك صح. ايوه حط الماي شاطر عبد الرحمن. ايوه اوكي يلا روح تمشي ماشي يلا قاعد بيه فوق زين. يعني انت بتكون سيده راسنا لازم يكون في الماي ها. بس واصل الوقت شلون يا ده قريبه يلا شوي شوي ها يلا فوز. هلو شوت يلا نسوي طفو على الماي زين. طفو ما احترم السباحه بس لا تحرك ايدك خليك ثابت بوس. اوكي خليك في ايدك سيده سيده خليك ممتاز. نزل راسك يلا خذ نفس نزل راسك ممتاز ما شاء الله عليك. اوكي شوف شوف هني شوف هني بس طفوا على الماء شوف. اوكي ركز معي يلا طفوا على الماء الحين طفوا. اوكي ثبت ريك فوق ممتاز صح خليفة. اوكي حلو ارجع ارجع. طبعا الحين خليفة بيحاول يسوي طفو على الماي بدون السباحة ركز. واحد اثنين ثلاث انا هادي يا شباب شوفوا. خليفة عنده مشكلة شوي. شو مشكلتك؟ ان جسمك ينزل في الماي اخذ نفس اكثر زين. لين كنت انت في الماي طلع النفس من انفك ها من الان شوي شوي خذ نفس طلع شوي شوي خذ نفس ابي خذ نفس يلا انزل. اوكي فاري لك سيده ريك سيده 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 ايوه اوكي ممتاز زين وايد زين احسن من قبل احسن خليك. طبعا احنا تدرجنا في مهاره الطفو. خلينا اول شيء مع السباحتين الحمراء والزرقاء بعدين بالحمراء بعدين بالزرقاء بعدين بدون سباحه. ترى في النهايه المهاره جدا بسيطه بس هي جدا مهمه حق السباح لان اذا عرفت الطفو وعرفت الغوص خلاص الباقي كله سهل. المهاره الثانيه مهاره الانزلاق على الماء. اوكي الحين هاي تخليها في بطنك تحت ممتاز خليفه انت يا ولدي. اوكي تدفع عليك في الطوفه تدفع عليك تطلع تبدا بدون ما نحرك يدنا ها واحد اثنين ثلاث بدون ما نحرك يدنا زين 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 لا تحرك ريلك ريك سيدة ممتاز الحين بدون البر. اوكي زين بنزلك انا واحد اثنين ثلاث ممتاز. اوكي جو حلو في المهارة الثانية الانزلاق على الماي. يعني أول شيء غطس الرأس نزل الرأس في الماي بعدين صار الطفو على الماي بعدين الانزلاق على الماء. طبعا خليفة سوى كل المهارات اللي أعطيته إياها. عبد الرحمن لحين صغير يبي له شوي مع الأيام بيدش إن شاء الله في المهارات الأساسية بعدين. يعطيكم الصحة والعافية. اليوم انتهينا من مهارة الطفو على الماي ومهارة الانزلاق. نشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. واذا عجبكم الفيديو فعلوا زر التنبيهات واشتركوا في القناة واعطوني لايك.